شو رايكم يا هجي؟ سكروا؟ لا لسه بكير على فكهم، خليهم هيك مربطين. ابو الروض قل لي يا ابو العز، شو رايك تتم انت وعبده هون تحرسوا القرنه لبينما نعرف شلون بدنا نوزع حالنا؟ انا بدي اروح على خاطر مشان اطمن عليه. ليش لا ابو الروض، روح انت، انا بضل مع عبده هون. يلا سلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ديروا بالكم شباب. عليكم. مع السلامه. مع السلامه. Mais qu'est-ce que cela veut dire? On a eu des morts et des captifs, et ils veulent qu'on règle cette affaire par voie de négociation. C'est la première fois que nos gendarmes subissent de telles pertes telles en France. Mais par qui? Par des voleurs et des saccageurs? Et de surcroît, à la porte d'un petit quartier de Damas. Monsieur, je suis vraiment désolé de vous apprendre aussi la perte du chef de cette mission, qui est votre neveu. Le capitaine Jean Mirand ? C'est une grande perte. Grande perte pour la France. Commandant, vous promulguez un arrêt déclarant. Premièrement, l'état du siège de ce quartier d'abat. Deuxièmement, l'interdiction d'une manière définitive d'entrée et de sortie de ce quartier. Troisièmement, l'interruption totale du courant. Entendu? Entendu, monsieur. Exécuté. Vous ordre. تخافي يا زهرة، لا تخافي، أخوكي بس متصاوي. هلأ الحكي أخذوا يشلوا رصاصة من صدره ويجيبوا لهون. بس قلك بصراحة أنا خايف خبره لعمي، بصراحة أكل هم. بقى بدي إياكي تخبري أنتي. على قلبي عليك يا أخي. شوفي شوفي صحيح أخوكي، أخوكي شو متصاوي؟ ولي على قامتي متصاوي؟ طولي بالك. ولي على قلبي عليك يا بنت عمي إن شاء الله. كيف يعني كيف يعني متصاوي؟ طولي بالكم، لا تخوفونا عمي. يا بنات لك شو صاير برا؟ خبروني. قولوا الله يرجعك. شو يا ابو احمد؟ طمني. صار معركة كبيرة على باب حارة الضبع، راح شهداء كثير يا عمي الحسن. يا باطل، شو هالحكي هاد؟ يعني ما رح نقدر نأزرهم؟ المعركة خلصت عمي ابو حسن، وقتل العسكر ملقح قدام باب الحارة، تعزيزاته وصلت، دبانة ما بتفوت على الحارة، لمحت المدفعية قريبة من الحارة. والحل يا شباب؟ هذا اللي ما كنا حاسبين حسابه بنوب؟ والله يا عمي ابو حسن هلا ما رح نقدر نعمل شيء، خلينا نستنى لنا شوي ونشوف شو بدنا نسوي. هيك شايفين؟ الله يصلحك يا ابو شهاب، كنت اقول انه في عندك معركه بالحاره، ليه ما كنا طلعنا منها ولو على دمنا. عمي ابو حاتم اهلينا بخير. شو صار بخالي ابو قاسم الخاطر؟ حكيم حمزه الله يحن عليه عم يداويه، واخوك عصام عم يساعده. الله يحميه الله يشفيه. شو بدنا نعمل هلا بالأسرة الفرنساوية؟ فكوه نبي الله يرضى عليكم، ولا تنسوا الدواء. نداويه نداويه. لا تاكل هم ابو حاتم، اكيد الحكيم عم يداويهم. بس هلا شو لازم نعمل مشان جنازة الشباب الله يرحمهم ابراهيم ومسلم وادهم؟ ألف رحمة ونور تنزل عليهم، خلي أهلهم يودعوهم شي ساعة زمان لبينما نحن نرتب أمور الدفن. وين يا أبو حاتم؟ المقبرة برات الحارة والفرنساوية ما يدخلونا نطلع.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والعمل يا جماعة، الموضوع هلا كبير كتير أكتر ما كنا متصورين. شيخي هلا قبل ما نفكر بأي شيء ونآتي بأي حركة، خلونا ندفن الشباب وشغلتنا بحن الحلال. طيب هاي الشيخ عبد العليم موجود، خليه يلاقينا حله. محلولة يا جماعة، ادفنوهن جنب قبر جده للي دحشر. وانت قلت يا شيخي. ابو حاتم قوم معي لك، روح لعند عيالك واطمن عن ابنك حاتم، الله يخلي لك اياه ويربى بعزك. بسم الله الرحمن الرحيم. تعا يا أبي تعا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، حوطتك بآيات الله، الله يجعلك من الصالحين. الحمد لله اللي تح على عيني بشوفته قبل ما موت. الشر عنك ابن عمي، ان شاء الله يعيش ويربى بعزك. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا لا كاسة بالغلب، يخرب بيتك من حالك. صلي ساعتين بعدك تجيب كيس فحم، صرت فحم، وين رحت لهلا؟ والله غصب عني يا عقيد، وقفوني دوريتين درك، فتشوا الكيس. فين؟ تاريت بلد هيني قاعدة، مو بس حط الضباب. الله يكون بعون الأبضايات. ومن بعد ما وصلت على الحارة لقيت أبو غالب طالع من البيت ومحمل عفش بيته حتنبر. نادت له نادت له ما كان يرد علي. شو به الزلمة طاقعله بالمرة؟ كره الدنيا بما فيها. بتصدق يا أبو الحكم آخر مرة رحت لعنده فيها طقطق قلبي عليه؟ دخلك ما عرفت وين راح؟ الله أعلم عقيد، بس شفت لك وشه القعدة قد هيك وما عم يسلم على حدا. بس جاره هذا السيروان قال لي انه باع البيت لواحد اسمه النمس. النمس؟ ليش النمس طلع من الحبس؟ منو هذا النمس عقيد؟ واحد ازعل كان محبوس. ايوه. شو عامل؟ فات على صايغ وسرقه. مو بس سرقه، قدحوا سكين شوهوا فيها. الله يجيرنا يا حق. قوم اعمل لي كاسة شاي، قوم خليني روق دمي شوي. الله يعرف شو بيصير. طب ممدوح خير؟ طبعا ابو حاتم ما في شيء، بس اجيت خبرك انه العقيد ابو شهاب طلع برات الحارة. ايه بعرف. اللي بدي لك يا انه العقيد ابو شهاب طلع من بيتي. شو هالحكي ها؟ وشو طالعوا من بيتها؟ طلع من بيتي على بيت اخي ابو تيسير اللي بحارة المسكي. معلومك في باب مشترك بيني وبينه من بيت المونة. كان ابو ممدوح الله يحن عليك، هذا الموضوع ما بدي حدا يعرف فيه بنوب ولا مخلوق يخلق يعرف انه هيك صار. لا يا ابو حاتم، بس انا حبيت خبرك لك
لأنه أبو شهاب وصاني بلغك الحكي حتى تطمن وترتاح. مقتول الخير أبو ممدوح، الله يسر له كيف ما دار وشو. استغفر الله العظيم، خير معلم؟ يعني كأني شايفك مالك على بعضك، ما هي؟ شلون بدي يكون على بعضي وأدهم هربان من مبارح ومو مبين له أثار؟ يا معلمي يعني وين بده يروح؟ بيكون هرب برات الشام. كان لازم يبعث لنا خبر لحتى نطمن قلب أمه هالمسكينة، إجت لعندي وقلبها فاير. سلم استشهد. إيه يا بنتي، استشهد بالمعركة. أبو مالك كان رجال، قبضاي وسكرته بن عالم وناس. والله بيعلم اني انا ردت لك يا عريس اليك من جوات قلبي، بس ربنا ما رد ولا رد لقضاء الله. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم يا بنتي، هذا نصيبه يا بي وهذا نصيبك. نصيبه انه يكون فوق الجنة ان شاء الله بين الشهداء والصالحين والانبياء. دعيله دعيله الله يرحمه، وانتي الله يعوضك احسن منه. الله يسلم عمرك، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا بي ابن عمي طلع من الحارة بالسلامة. يا بي طلع بالسلامة، الله يحميه. فوتي لعند أختك واسية، الله يرضى عليك. حميدة يا بي حميدة، نزلي عاوزك. الله يرحم مسلم، مات وهو خطيبك، بس دلال هالمسكينة شو بدها تساوي بحالها؟ اللي مات جوز أو ترملت على بكير. قومي أختي قومي، الله يرضى عليك، البسي، خلينا نروح نقوم بالواجب، لأنه أمك ما رح تقدر تروح. عم بقول الدفن بعد صلاة الظهر. عدي يا أبي عدي، شوفي يا أبي حميدة، بدي أقول لك كلمتين احفظيهم الله يحن عليك. أنا ربيتك وعلمتك الصح من الغلط، ما شاء الله حولك صرتي تعرفي الحلال من الحرام. بدي إياكي تروحي على عيادة الدكتور حمزة وتساعديه بتطبيب المرضى، لأنه مسكين ما عم يلحق لحاله. أمرك يا أبي، هلأ بلبس وبروح دغري. يا أبي ما بدي وصيكي، الله يرضى عليك. يا طمن يا أبي طمن، الله معك. حميدة يا أبي بتقدري تكشفي عن وشك وانت عم تساعدي بمداوات المرضى؟ Hey!